بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هذا السؤال وردني عن طريقة إبداعية لحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. تحدثنا عن أسهل طريقة لحفظ القرآن، وهي طريقة الاستماع لآيات القرآن العظيم، وقلنا إن هذه الطريقة استخدمها النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يسمع من سيدنا جبريل عليه السلام، وبالتالي هي طريقة فعالة. يضاف لها طريقة الاستماع للقرآن أثناء النوم. ولكن ماذا عن حفظ الأحاديث النبوية الشريفة؟ نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن ومثله معه، فالحديث النبوي لا يقل أهمية وشأنا عن القرآن العظيم. لماذا؟ لأن الله وصف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كلام النبي أيضا الذي نطق به هو وحي، ولكن هناك وحي القرآن ووحي السنة، لذلك نقول الوحيان أو الوحيين. إذن أيها الأحبة، كثير من الناس يحفظ القرآن، ولكن القليل للأسف يحفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. الحقيقة سأقول لكم تجربتي في هذا المجال. هناك طريقة رائعة جدا أيضا، هي طريقة الاستماع للحديث النبوي. اليوم أيها الأحبة، أصبح هناك من السهل أن تجد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة الأحاديث القصار، يعني ابحثوا عن قصار الأحاديث أو الأحاديث القصيرة أو الأحاديث القصار. اكتب على جوجل مثلا أو على اليوتيوب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم القصيرة والصحيحة. لدينا أكثر من 200 إلى 300 حديث من الأحاديث التي لا تتجاوز بضع كلمات كل منها، ولكنها مهمة جدا في حياتنا، وكلها أحاديث شبه متواترة أو صحيحة. سأعطيك مثال على ذلك. يعني أنا مثلا من الأحاديث التي أحفظها، ومن أول مرة أحفظها لا أنساها. لماذا؟ لأنني أتذوق هذا الحديث وأتشوق له وأشعر به، فيصبح جزءا مني، لأنني دائما ما أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن تنساه أيضا، يعني أن تحفظ حديثا ثم تنسى هذا الحديث، هذا خطأ أيها الأحبة. النبي عليه الصلاة والسلام له حديث عجيب ينبغي على كل واحد منا أن يحفظه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يصمت تماما. هذا الحديث ينبغي أن تحفظه وتكرره كل يوم وتتذكره كلما جلست في مجلس. للأسف معظم أحاديثنا اليوم أحاديث فارغة لا فائدة منها. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله. أنا الحقيقة هذا الحديث عندما سمعته حفظته من المرة الأولى. لماذا؟ لأنني تفاعلت معه، لأنه بالفعل عندما يقول النبي إياكم وكذا، ينبغي أن أفتح دماغي وأعطي أذني وأنصت وأجعل قلبي هو الذي يتلقى المعلومة. إياكم، معنى ذلك هناك شيء خطير، إياكم وكثرة الكذب، إياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله. هذا الكلام لا يمكن أن ينساه إنسان، تحذير نبوي، والنبي لا يحذر إلا من شيء خطير. عندما يقول لك إياكم وكثرة الكذب أو إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى النار، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. عليكم بالصدق، الحديث يبدأ عليكم بالصدق، يبدأ بالصدق، فإن الصدق يهدي للبر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. طيب هذا الكلام أليس كلاما بسيطا مفهوما يستطيع أي إنسان أن يحفظه؟ عندما قال النبي
إياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. هل هذا صعب؟ عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. طيب، ثلاثة أحاديث، يعني أنا الآن قرأت ثلاثة أحاديث على نفس النمط، كلها تبدأ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، مرة فليكرم جاره، والمرة الثالثة فليقل خيرا أو ليصمت. ثلاثة أحاديث يمكن أن تحفظها في دقيقتين فقط ولا تنساها، بشرط أن تتأثر بها. يعني أنا مثلا أؤذي جاري، لن أحفظ هذا الحديث ولن أكترث به. أنا يأتيني ضيف ولا أكرمه، هذا الحديث لا يهمني. أنا مثلا أتكلم كلام فارغ طول الوقت ليس فيه خير، سوف تجد أذني لا تستوعب هذا الحديث، لا أفهم مثل هذه الأحاديث، لا أفهمها، فكيف أحفظها؟ إذن شرط أساسي لحفظ الحديث أن تتأثر به وتفهمه وتطبقه أولا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول لكل إنسان ويخاطبه، طبعا من خلال سيدنا علي كرم الله وجهه أمير المؤمنين: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. هل هذا الكلام صعب؟ ليجرب أي واحد يكتب هذا الحديث. يعني أحد أساليب الحفظ أن تكتب الحديث وتقرأه عدة مرات وتتفكر في معانيه وتتخيل أن النبي يخاطبك من خلال سيدنا علي رضي الله عنه. طبعا حاشا للإمام علي أن ينظر، حاشاه أن ينظر إلى ما حرم الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطينا درسا من خلال هذا الإمام العظيم كرم الله وجهه. يا علي، لا تتبع النظرة النظرة. مباشرة أنا عندما أسمع هذا الكلام أتذكر كم نظرة نظرتها تغضب الله سبحانه وتعالى، كم نظرة نظرتها وتابعت النظر وخالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان عندما يمشي في الشارع يرى ما هب ودب ويلمح الكثير، هذا لا يؤخذ عليه. أما عندما يركز ويحملق وينظر، هذا الذي يؤاخذه الله عليه. وهذا إذا عمله وحملق ونظر وتابع النظر خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت تحب هذا النبي الكريم وتحب الإمام علي، فينبغي عليك أن تبتعد عن هذا النظر، أن لا تنظر إلى ما حرم الله. فعندما تطبق هذا الحديث ستجد نفسك أنك تحفظه مباشرة. وبالتالي أيها الأحبة، سنلخص هذا اللقاء بكلمات قليلة. أول شيء، تستطيع أن تسجل هذه الأحاديث صوت، تسجلها كصوت، ولكن الأسهل أنا حسب اعتقادي أنك أن تدون الأحاديث القصار، موجودة على الإنترنت أيها الأحبة، وأنا يمكن أن أضع لكم إن شاء الله رابط لمجموعة كبيرة من الأحاديث القصيرة سهلة الحفظ إن شاء الله، لا أنسى. هذه الأحاديث أنت تكتبها، أو يمكن أن تحفظها عندك على الواتساب مثلا أو على الموبايل، ثم قبل النوم تقرأ 4 أو 5 أحاديث وتخزنها في دماغك. عندما تستيقظ أول شيء، بدلا من أن تفتح الموبايل وتنظر من كلمك ومن كذا ومن كذا وماذا حدث على تويتر وما هو الترند وهذا الكلام الفارغ، بدلا من ذلك افتح حديث النبي وقل: أنا سأقرأ. لأن العقل الباطن يكون متصلا مع العقل الواعي قبيل النوم وبعيد الاستيقاظ. فقبل النوم حاول أن تحفظ مثلا 3 أو 4 أحاديث أو 10 أحاديث أو حديث واحد على الأقل
يعني لو كل يوم حفظت حديث في المساء وكررته في الصباح لتثبته، خلال سنة ستكون قد حفظت 365 حديثا، موسوعة، أصبح لديك موسوعة هنا خلال سنة. بينما انظر، السنة تمر من عمرك، إذا سألتك الآن كم حديثا تحفظ، ربما تقول لي 3 أو 4 أو 10، وربما هناك أناس لا يحفظون ولا حديث، وهذه كارثة أيها الأحبة. لذلك هذه الطريقة فعالة جدا. طريقة الاستماع أيضا للأحاديث الطويلة، هناك أحاديث طويلة، يعني أنا مثلا على يوتيوب يمكن أن أكتب مثلا صحيح البخاري مسموع أو مقروء أو صوت، سيخرج لي كثير من التسجيلات، أحتفظ بأحدها لصحيح البخاري وأستمع له عندما أكون جالسا وأنا أتكلم وأنا أتناول الطعام وأنا في السيارة وأنا كذا، أبقي هذه الأحاديث تتردد وتتكرر، سأجد أن الدماغ قد حفظها، أصبحت مألوفة بالنسبة لي. هناك طريقة أيضا حفظ الأحاديث أثناء النوم، لأن الدماغ أيها الأحبة كما قلنا أثناء النوم يخزن المعلومات التي يسمعها، كل الحواس تتوقف إلا حاسة السمع. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ربط النوم بالسمع، لأن السمع هي الحاسة الوحيدة التي تبقى منتبهة. فالدماغ ثبت علميا، وهذه الطريقة تستخدم لديهم الآن في التعليم، أن 7 ساعات أو 6 ساعات نوم التي تنامها كل يوم، والتي تشكل ثلث عمرك، فترة كبيرة جدا ومفيدة لأن ترسخ وتخزن هذه الأحاديث النبوية، تسجلها على الموبايل وتترك الموبايل، ولكن تبعده 2 متر أو 1.5 متر عن دماغك لتجنب الشر، هذه الترددات الكهرطيسية التي يطلقها، وبصوت خافت يعني شبه مسموع تترك هذا الموبايل يكرر هذه الأحاديث النبوية وتنام. هذه الطريقة أيها الأحبة أنا استخدمتها حقيقة، وأنا الآن هناك أحاديث سبحان الله حفظتها قبل 20 عاما لا أزال أتذكرها، فهي طريقة فعالة ومفيدة. يعني أختم الآن، كم هو جميل أن تلقى هذا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، أن تلقى هذا النبي الكريم وأنت حافظ لكلامه، كم سيفرح بك هذا النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يحشرنا مع حبيبنا عليه الصلاة والسلام، وأن يعيننا على حفظ الحديث الشريف والالتزام بهذه السنة النبوية المطهرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.